قبل لا ابدا بس موضوع امس يعني في ديوانيه يعني النقاش كان عبر الاونلاين مع بعض الاخوان من رواد الديوانيه. النقاش كان حول نقطه معينه وباخذ راي الاخوان فيها بشكل سريع قبل لا نبدا في حلقتنا. منو افضل ابو علي، كريستيانو البرتغالي ولا الظاهره رونالدو البرازيلي؟ رونالدو برازيلي. برازيلي ليش؟ عشان برازيلي؟ لا لا ما عشان برازيلي بس والله كذي عندي انا عندي. لان لان لان, لأن, لأن ليش بقول كريستيانو؟ لان هيد مانشستر يونايتد. بس شلت عليه من هيد مانشستر يونايتد شلت عليه. انت شو تقول ابو حسن؟ انا حبيت الكره من رونالدو. لا الظاهره. الظاهره بكل شيء. كل شيء تدري ليش؟ لا والله اقوى يعني افضل لاعبين خلينا نتكلم بيليه ومارادونا. واحد منهم يعني واحد قال رونالدو اثنيناتهم اعتقد انه اتفقوا على تصريح انه لو مو الاصابات يعني ما شفنا لاعب راح يطلع مثله. زين ابو حسن. والله يا عزيز انا كرهت كره القدم بعد اصابه رونالدو. يعني هم رونالدو. ايه بلد يعني شيء فوق المعدل. وصف حلو، كرهت كرة القدم بعد إصابته. لأن تدري ليش عزيز؟ أنا كنت متابع من عند هوفن. بعد ما راح انتقل روماريو إلى برشلونة أنا تابعته. كان عمره 19. لا 17 سنة. 16-17. حتى كان عندي شريط كاسة الكاترج الأبيض. حتى لونه كان الأشرطة المعروفة أسود. هذا أبيض. ما كنت أمل للاعب هذا. وشريط وينه؟ مو موجود. لا والله. انت ايش تقول؟ لا طبعا رونالدو البرازيلي انا عندي افضل من كريستيانو رونالدو لانه يقول يفعل. نعم رونالدو قال في 2002 وبعد اصابه الركبه قال الشركات المراهنه انها تراهن علي اني انا اصير هداف كاس العالم في كوريا واليابان. نعم. وصار هداف كاس العالم. عزيز مالديني وباريزي اسمين ما يختلف فيهم اثنين كدفاع. يقول يعني افضل لاعب واجهناه رونالدو لان المهاجم الوحيد اللي ياخذ الكره ويروح لنا. صح. مالديني وباريزي. ايه. يعني يقول يعني العاده لما تسكر الكره المهاجم المدافع هو اللي يروح. لا رونالدو كسر القاعده يعني هو اللي يروح لل كانافارو قال لكن مشكلته انا ما اعرف يطوف الجولشي. كانافارو ابو سعود قال اصلي وهو منفرد علي يقول اصلي. كانافارو هذا كان نقاش وهذا راي الاخوان لكن انا احترم ارائهم طبعا. وجهه نظري كريستيانو البرتغالي طق الظاهره رونالدو 10-0. شوف ابو سعود ما نبي نطلع كل شيء ثواني بس كل شيء روما انجازات روما بقولك كل شيء انجازات لا شنو انجازات على مستوى الانديه يا رجل تشامبيونز ليج ما حققها انت تتابع منو الحبيب لحظه انت شلون تقول انجازات 10-0 يطقه 10-0 انت شلون تقول انجازات بالانجازات بالانجازات اول شيء بعدين نروح حق الامور الفنيه الثانيه ما عندك كاس عالم شكو كاس العالم ما اخذ كاس العالم هذا منجاز هذا تشامبيونز ليج احسن من كاس العالم 20 مره تشامبيونز ليج اقوى من كاس العالم اللي تقول عنه يلعبون في بنما ونيكاراغوا ما ادري منو ابو سعود في مره عندنا معسكر ابو ظبي كان مدرب رومال برتغالي فاحنا خلاصين من التمرين رادين الفندق قاعد نتمشى داخل الفندق الملعب فسالته قلت له منو افضل ثلاث لاعبين بالعالم انت تشوفهم يعني هو من العصر القديم والحالي هذا الحكي يمكن 2013 توه يعني قال لي اول اسم اعتقد كرويف ما المهم الثلاثه ما فيهم لا بيليه ولا مارادونا وقال لي اسم برتغالي اي هذا الثالث قال لي سالته قلت له ويرز بيليه مارادونا لا قال لي الاول اسف قال لي الاول بيليه بعدين كرويف بعدين هذا البرتغالي اي فقلت له ليه مارادونا مصدقك انت مارادونا قال شنو مارادونا يعني يقول اقطع كت ذا ليفت ليج يقول اقطع رجل اليسار ما يسوي لك شيء صح لكن بيليه هو قاعد يتكلم كمواصفات لاعب كره قدم يعني يمين يسار هيد هجوم تحت الهجوم
كل شيء يا عمي. هذا مو انا قاعد اقول انت قول لحظه هذا رد على تدري منو هذا انا دافع لابو سعود لابو سعود لما يقول انا كريستيانو رونالدو مو صدقك انت والله 10 صفر كريستيانو رونالدو عند رونالدو الظاهره رايك قول كريستيانو بس لا تقول انت قاعد تقول عن تقول عن بالهيك لا روح بس يا جماعه هذا كان نقاش.